لا تقول شي للنقيب كرن ليك، ماشي؟ عمل حالك ما بتعرف أي شي. أمرك سيدي العميد، في أخبار عن الشبشي؟ الإرهابيين خايفين يموتوا مثل ما بتعرف، دكتور نعم يعالجه ورح يفيق بعد شوي غالباً. الله يلعنهم. وقوف، قف! مجموعة أوغوز أكملت تنفيذ المهمة بدون خسائر سيدي. 2 ضباط و4 عناصر منظمات لا حكومية وعنصرين قوات خاصة تحت أمرك سيدي. شكراً لألك. شكراً. مجموعة أوغوز نورتوا الوطن. شكراً. ارتاحوا هلأ. نحن نفذنا مهمة صعبة كتير بنجاح رائع، وهي المهمة رغم كل شيء مرحلة مهمة بتاريخ العالم التركي مثل ما بتعرفوا، وهي الخطوة الكبيرة انعملت من خلال شغلكم الصعب فيها وشجاعتكم وتعبكم كلكم. أنا فخورة فيكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. شكرا. يلا لشوف المطبخ والبوفيه مفتوحين يا شار، أكيد أنت مبسوط. إيه والله جاي عبالي كاسة شاي مدام. عفوا سيدي. يلا تفضلوا. مجنون أنت، شو عم شو بيعرفني هيك طلعت معي؟ سيدي العميد أنا بس كنت رح تسألني عن جدك صح؟ هو بخير، ارتاح ولا تاكل هم بنوب. طيب شو اللي صار معه؟ واحد إرهابي لقبه نيكولا لاحقه كم يوم وبعدين فات على البيت بحجة إنه ضابط وهددوا بالسلاح، بس حسن بيك بخير هلا ونحن كنا جاهزين له. نيكولا؟ اها فهمت. ومن اي جماعه هو؟ بصراحه نحن عنا اعداء كتير مثل ما بتعرف كرانليك، وهلا هو رح ياخذنا للمطرح يلي اجى منه. لا تاكل هم سيدي العميد، بدي استجوبه لهالحيوان. لا انت ارتاح هلا، انا رح استجوبه بشكل شخصي.